انتوا الاثنين متخرجين من نفس الكليه، ايه بقى يعني؟ عرفوا الناس كده اتخرجتوا منين. انتوا اتخرجتوا من نفس الكليه اعلام؟ اعلام بس احنا قسم الزقازيق. صحافه جامعه الزقازيق دفعه 2018. متخرجين مع بعض يعني حابين نشتغل مع بعض كمان تشتغلوا في الصحافه في كمان مع الصحافه. بعض. طيب وفي نفس القسم قولوا لي كله. تجربتكم بقى، لان انتوا شبه بعض، الناس بتتلخبط بينكم ده اكيد كتير جدا. كتير كتير قوي. حتى يعني قريبنا قريبنا كمان الناس كلها ممكن يجوا. انت هم اسماء، انت قريبتك شيماء شويه لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي انا ناس كتير الوحيده كنا اللي واحد. يعني انتوا بتتكلموا مع بعض كمان؟ بتتكلموا كمان مع بعض؟ ها الوحيده اللي ممكن متلخبطش فينا هي ماما. ماما ده اكيد. من نبره الصوت ممكن تعرفها. انما في ناس بتفتكرنا واحد بس، شخص واحد مش اتنين. مش اتنين. بتحصل كتير جدا. لا إذا الشبه يعني متطابق متطابق. وفي الطول نفس الشيء، حتى لا في انا في اطول. الوقت انتي اطول بس الجسم نفس الشيء. لا انا اتخن شويه. ما تقولش الفرق. مش باين كل اللي انتي بتقوليه. كل اللي انتي بتقوليه ده مش ظاهر خالص. فانتي بتقولي الوحيده اللي ما تتلخبطش طبعا ماما. هي الام ده اكيد. ماما. الاب بابا برضو الله يرحمه ما كانش بيتلخبط بينا هو ما خالص بيتلخبطش خالص. لا واخواتي برضو. عندكم اخوات بقى قد ايه؟ ايه ولدين وبنت. وبنت. انا واسماء اصغر ناس. او بس مفيش توائم يعني، انتوا اخر العنقود لا توأم. عيلتنا كلها توأم. بس في اخواتك لا اختي الكبيره اللي جابت توأم ولد وبنت. لكن انتوا اخواتكو لا لا مش عادي توائم عادي. عادي. فانتوا الصغيرين علاقتكو بقى ايه كانت ببقيه اخواتكو؟ لا كويسين بس يعتبر اقرب حد ليا اسماء. عشان سننا مع بعض وكده قريبين من بعض. تمام. هدخل على شيماء. رحاب لا وإيمان. رحاب رحاب وإيمان. تمام.